معنا اتصال. الو، الو، السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام، مرحبا بك. كيفك داير استاذ؟ لاباس الحمد لله، تفضل. اللهم يرحمك استاذ. بغيت نفهمك القضيه كيفاش دايره. واش من قضيه؟ نعم. هذه ارض فلاحيه. نعم. رئيس البلديه دار محضر اجتماع، محضر تعيين باه يبنوا فيها سكنات اجتماعيه. رئيس البلديه يحول يبني فوق ارض فلاحيه. واش من بلديه هذه؟ ارض فلاحيه تاعنا احنا، تاعنا. واش من بلديه؟ ارض فلاحيه خاصه. واش من بلديه؟ في ولايه بلعباس. واش من بلديه؟ بلديه تفاسور. نعم. المير دار تعيين اجتماع باه يعينوا الارض وين يبنوا. نعم. ما حضرش لاكاداس وما حضرش لي دومين، ما حضروش. واش الطيبين اللي داروه؟ ما يهمش. واش داروا من بعد؟ نزعوا في الملكيه؟ من بعد شنو داروا؟ بناو قريب 40 سكن اجتماعي. واش من سنه هذه؟ راها القضيه راها من 2015. ولكن كيبناو ما داروا لكمش نزع الملكيه؟ ما داروا لنا والو. وكيبناو انتم قلتناهم في العداله. ومن بعد واش درتوا في العداله؟ وفي العداله قعدوا كل خطره من 2015 رانا في العداله في العداله في العداله، حتى عينوا لنا خبير الاول. نعم. رفضناه وعاودوا عينوا لنا خبير ثاني. نعم. دار الثمن تاعه قبلناه. نعم. في العداله حبسونا وقالوا لنا ضروا خصكم تفوتوه الاداري. نعم. وحنا ما قديناش لي زابوكا وكل شيء، والله العظيم يا استاذ ما قديناش. واش حبيت؟ حقرونا. انتم رفضوا لكم الدعوه؟ لا ما تقوليش حقرونا، لانه الناس يسمعوك يحسبوها صح. انت رحت درت محاكاه شارعه البلديه في الفرع العقاري، ولا المهم انه في الاخير قالوا لك لازم تروح للقضاء الاداري، لانك انت راح ترفع دعوه. نعم. راح ترفع دعوه ضد مصالح الدوله. كاين قانون ينظم، اللي ما يعرفش القانون هذا مشكلته. القانون يقول انك تروح للقضاء الاداري. القضاء الاداري هو المختص بتعيين الخبير وبناء التعويضات. المشكله تاعك الان انك ماكش قادر تتبع لظروف ماليه. نعم. ولكن واش حبيت انت؟ حبيت واش حبيت يد المساعده من عندكم استاذ. كيفاش يد المساعده؟ تفضل، واش هي المساعده؟ ما تعاونوني ولا كيفاش يعاونوك؟ تفوتوني في التلفزيون نهضر ولا على واش تهضر؟ روح تبع القضيه تاعك في القضاء. كي تهضر في التلفزيون واش راح دير؟ نتبعها في القضاء الاداري. طبعا تبع قضيتك في القضاء الاداري، روح ارفع دعوه في القضاء الاداري واطلب حق، واطلبوا الحقوق تاعكم. انتم راكم ورثه. زوج، احنا زوج تاع الناس. الله يبارك، زوج خير من واحد. اطلبوا زوج. روحوا للقضاء الاداري وعاودوا القضيه تاعكم واطلبوا تعيين خبير، يدير لكم تعيين خبير. والخبير التعيين دارونا الخبير. اي خلاص، ما راح المشكل الان. المشكل كي داروا خبير ثاني الاول لا رفزناه، وكي داروا لنا خبير ثاني دار ثمن وكل شيء. خلاص ما لو وراح المشكل. قالوا لنا خصكم تاخذوا الاداري. ما فهمتش انا، ما فهمتك، لانه الان تقول لي داروا الخبير والخبير دار قوم الدار. مادام قوم الدار وعينته المحكمه. استاذ مادام عينته المحكمه وقوم وقوم دار تقويم. خلاص دار تقويم. خلاص اذا دار تقويم ترجعوا ديروا رجوع بعد خبره يقوموا لكم. واه دار تقويم الاول. تبع معايا نفهمك. تبع معايا يعني انت اصلا ماكش فاهم مشكلتك. كاين تعيين خبير، وكاين الخبير الاول ما عجبكمش طلبتوا خبير ثاني، دار لكم خبير ثاني، دار تقويم للعقار وفقا للمعايير اللي عنده يخدم بها الخبير، ودار مبلغ معين، هذا هو مبلغ التعويض. الان لازم ترفضوا الخبره وتعاودوا ديروا رجوع بعد خبره وتطلبوا المصادقه على هذه الخبره. هذا واش فهمته منك انا؟ مادام كاين خبره وكاين تعويضات قوم الخبير، علاش تروح للقضاء الاداري؟ اللي يعين لك الخبير هو اللي يصادق لك على الخبره، ماشي القضاء الاداري. القضاء الاداري اذا رحت له راح تروح له من جديد. هذا الامر واضح جدا، يعني ماهوش محتاج الى شرح كبير، ولكن مهم جدا انه في قضايا الخبره ما تتجاوز لمده سنتين من تاريخ صدور الحكم، والا اعتبرت الخبره لاغيه، يعني لازم تعاود ترفع دعوه من جديد. معنا اتصال اخر. الو، ينتهي وقت البرنامج، ننتظر اتصالاتكم في الاعداد القادمه. شكرا على المتابعة، شكرا على كل أوفياء البرنامج، شكرا على كل الذين يتصلون والذين أيضا لم يسعفهم الحظ في الاتصال بنا. نلتقي إن شاء الله في الأعداد القادمة. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.